بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقتنا النهارده، حلقه جديده وبرنامجكم انا الوطن. النهارده هنستعرض حصاد 2020 الاقتصادي، وهنعرف كمان ايه التطورات اللي حصل في حدائق الاهرام بعد اثاره الموضوع في البرنامج واستغاثه قاطني المنطقة بينا، وكمان هنكشف ايه اسباب انخفاضات البورصة ومؤشرات البورصة المتالية، وهنستكمل معاكم فتح ملف العقاري، وهنتكلم عن شوية نماذج كده محترمة في ايجابية في البلد، مؤسسات اقتصادية كبيرة عملت الشغل كويس قوي وكرمت على المستوى الدولي. والنهاردة عندنا حوار مهم جدا، هنتكلم عن الاثر الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بسبب تفشي وباء كورونا خلال 2020، وازاي قدرت مصر تكون واحدة من 5 دول في العالم حققت نمو إيجابي رغم الظروف دي. معنا ضيفنا وضيفكم إن شاء الله يكون النهاردة ولأول مرة في أنا الوطن في موسمه الثاني، الخبير الاقتصادي الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير الاقتصادي والمصرفي. ده إن شاء الله فقرتنا الحوارية. فيروس كورونا، للأسف كورونا رجع ينتشر عالميا بشكل رهيب، زيادة كبيرة في أعداد المصابين في أوروبا وأمريكا. بعض الدول بدأت تعمل ضوابط جديدة خصوصا بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس، ممكن تكون أقل شراسة ولكن أكثر قدرة على الانتشار. عندنا في مصر هنا لسه احنا شايفين قدامنا الناس بتتساهل في التعامل مع الفيروس، الناس بتتجمع عادي جدا، بتسلم بتحضن بتبوس ولا كان في حاجة. والله يا جماعة بجد الوضع خطير بجد، ويعني إذا كنا في الموجة الأولانية بنسمع عن ناس اتصابت، لكن دلوقتي احنا بقينا بقى اللي بيتصابوا جنبنا وبنشوفهم قدام عينينا وبنعرفهم. يا ريت ناخد الامور بجديه اكتر من كده قبل ما تحصل كارثه، ولازم نحذر وبشده ان كل الناس ترجع تاخد بالها ونرجع للاحتياطات الخاصه بالسلامه، ارتداء الكمامه في اي مكان فيه زحمه او وسائل مواصلات عامه، ضروره استخدام مطهرات الايدين وغسيل الايدين باستمرار. لازم الشباب اللي بيخرجوا كتير ما يخرجوش إلا للضرورة، ولو مش خايفين على نفسهم يخافوا على أهليهم في البيت. الاحتياطيات ضرورة يا جماعة، لازم نبعد عن التجمعات، ولازم ما نخرجش بقى بدون داعي، ونستخدم الكمامة ضرورة قصوى. وربنا يحمي كل أهالينا وكل المصريين يا رب من كل شر. دي رسالتي، ولأن أنا ناس عزاز عليا جدا أصيبوا بالموضوع ده في كام يوم اللي فاتوا، الواحد شاف قدام عينيه حاجات كده، يعني لازم ناخد بالنا. حقيقة النهارده قبل الهوا وصلتنا استغاثه على العديد من الاستغاثات، الساده رجال اعمال وقيادات لمؤسسات اقتصاديه كبيره وشركات كبيره وبنوك، كانوا في زياره عمل لدوله المملكه العربيه السعوديه الشقيقه لمده ايام. يعني الناس دي رايحه تقعد 3-4 ايام وتخلص اجتماعاتها وترجع تاني. كانت عودتهم اليوم للأسف اتحبسوا هناك، في مش سجن يعني، اتحبسوا قصدي بعد قرار المملكة العربية السعودية إغلاق المنافذ لمدة أسبوع قابل للتجديد. طبعا الناس دي مش عارفة ترجع، وأشغالها ومصالحها والكيانات اللي بتديرها. احنا هنا بنناشد الخارجية المصرية وبنناشد الخارجية السعودية، يعني ضرورة إعادة المصريين اللي كانوا في زيارة استثنائية للعمل وما عندهمش إقامة هناك ومش بيشتغل ومش راجعين تاني هناك. ده هم الناس راحوا زيارة وكزيارة عمل وجايين تاني، لأنه الحقيقة خروجهم من المملكة العربية السعودية ما فيهوش أي مخاطر على المملكة، وعند عودتهم لمصر كمان هيتم الكشف عليهم وعمل كل الإجراءات الاحترازية. يا ريت نتوجه للنداء يعني الخارجية المصرية والخارجية السعودية، يعني يا ريت تشاور سريعا، ناخذ قرار سريع من المسؤولين في البلدين لإعادة العالقين من المسؤولين ورجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الكبيرة الاقتصادية الكبيرة، لأن ما ينفعش طبعا هيقعدوا لأن أسبوع لكن ممكن أسبوع يتمد أسبوعين يتمد ثلاثة، فهتبقى المسألة صعبة خاصة دول خارجين مش رايحين. يعني نرجو الالتفات لده ونثق تماما في تصرف وقرار البلدين يعني ان شاء الله. نتكلم النهارده عن نموذج رائع كده، عده نماذج رائعه في بلدنا كرمت الاسبوع الماضي من على مستوى العالم العربي.
يمكن البنك الاهلي المصري هو حصل على جائزة الافضل للحلول للتحول الرقمي لعام 2020. اتحاد المصارف العربيه والاتحاد الدولي للمصرفي العرب على هامش انعقاد منتدى مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجه في مكافحه غسل الاموال في العاصمه اللبنانيه بيروت. هي تم تكريم مجموعه مختاره بعنايه جدا وبلقها اسباب من القيادات المصرفيه والبنكيه لدورهم البارز في دعم وتعزيز العمل المصرفي. حصل البنك الاهلي المصري، بنك اهلي مصر على جائزه الافضل في مجال التحول الرقمي لعام 2020. الجائزه دي خدها من اتحاد المصارف العربيه عن جداره طبعا. السيد هشام عكاشه رئيس مجلس اداره البنك الاهلي المصري اكد ان البنك يضع راس اولوياته اجنده دقيقه واستراتيجيه واضحه وطموحه للتحول الرقمي تعزيزا لخطه الدوله طبعا في هذا الشان. وده بيكون من خلال تطوير دائم لحزمه المنتجات الرقميه وبهدف تعزيز مبدا الشمول المالي. وصل عدد اشتراكات العملاء بخدمه الاهلي نت الافراد ما يقرب من 5 مليون عميل بحجم معاملات وصل ل 364 مليار جنيه. رقم كبير. وبلغ اجمالي عدد اشتراكات العملاء من الشركات 40 ألف عميل وحجم تعاملاتها بلغ 31 مليار جنيه. وصل اجمالي مشترك المحفظه الالكترونيه ل 1.7 مليون مشترك. ده بيعد دليل واضح على فاعليه الخدمات الالكترونيه واستفاده العملاء منها. على جانب اخر السيد يحيى مفتوح وهو اللي استلم الجائزه في بيروت نائب رئيس مجلس اداره البنك قال ان بدايه استراتيجيه البنك للتحول الرقمي كانت من خلال اطلاق البنك اول فروع للخدمه الالكترونيه لاول مره في قطاع المصارف المصري. طبعا احنا شفناه والعديد من الافروع الحاليه تم افتتاحها. كان الكلام ده مطلع عام 2019. واكد ابو الفتوح ان البنك بيتيح لعملائه البطاقات الافتراضيه اللي يمكن استخدامها المره واحده بغرض الشراء عن طريق المحفظه الالكترونيه. تشجيع للعملاء خاصه الشباب للاستفاده من خدمات البنك الالكترونيه. اضاف السيد ابو الفتوح ان عدد ماكينات الاي تي ام بلغ حوالي ما يقرب من 5000 ماكينه بينما وصل عدد ماكينات البي او اس اللي هي الصغيره دي اللي انتم بتشوفوها عند كل الاماكن والمحلات لحوالي 180 الف ماكينه منتشره في مختلف انحاء الجمهوريه. وقال انه مستهدف زياده عدد الفروع الخدمه الالكترونيه ل 25 فرع بنهايه 2021. جانب اخر الاستاذه داليا الباز نائب رئيس مجلس اداره البنك اللي اكدت وهي الموطة ملف التحول الرقمي والميكانة أكدت استكمال خطة التطوير اللي وضعها البنك للتوسع في الخدمات المصرفية الرقمية اللي بينفذها بخطة راسخة وثابتة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. قالت أطلق البنك باقة جديدة من الخدمات لتدعيم استراتيجيته المصرفية الرقمية وده من خلال تطبيق الهاتف المحمول اللي هو الأهلي موبايل اللي أطلقه البنك في فبراير الماضي لو تفتكروا أيام ما اتكلمنا أيام بداية أزمة كورونا. وكمان إطلاق الإصدارين الثاني والثالث من الإنترنت البنكي الأهلي نت برضو كنا اتكلمنا عنها أيام كورونا والحظر والكلام ده كله. ويضم ده معنى ده بيضم تفعيل مزيد من الخدمات. حقيقي احنا بنهنئ البنك الأهلي المصري وفريق العمل البنك الأهلي المصري كصرح اقتصادي عملاق وكل التوفيق للبنك إن شاء الله وقيادته في مسيرته الرائدة الداعمة للاقتصاد المصري على مر السنوات التي تبلغ 120 سنة هي عمر البنك الأهلي في خدمة مصر. نخش على نموذج تاني شكل إيجابي ومحترم برضو. مصر تأمينات الحياة، شركة مصر تأمينات الحياة هي الشركات الحكومية الكبيرة التابعة لقطاع الأعمال العام. واحدة الشركات شركة مصر القابضة للتأمين. طبعا شركة تم حصولها على تصنيف ائتماني تريبل بي. يمكن لو اتكلمنا ان في ده في اطار جهود كبيرة للسيد هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام على اعادة التطوير وهيكلة قطاع الاعمال العام بالكامل. بنشوف احنا اعادة الهيكلة بتطول كل مناحي الشركات. ولو اتكلمنا عن كيان محترم وعملاق هو شركة مصر القابضة للتأمين بقيادة الأستاذ باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة وعضو المنتدى بشركة مصر القابضة للتأمين في إعادة هيكلة شركات التأمين التابعة للشركة القابضة ماليا وفنيا وإداريا وفق جدول زمني يعني بيلتزم به. والعمل على زيادة كفاءة الشركات التشغيلية دي ومنظومة التسعير الخدمات بالشركات تدعيم المراكز المالية للشركات التابعة. مجموعة مصر القابضة للتأمين رهنت على خطة التحول الرقمي والتطوير المؤسسي لشركاتها التابعة
ولتعزيز مكانتها في السوق سواء كلاعب بارز في نشاط التأمين أو ككيان مؤثر في الاقتصاد، وخاصة مع ضخامة استثمارات هذا الكيان من ناحية، أو ناحية تانية قدرة الشركات التابعة على التعامل مع المخاطر اللي بتواجه كل حاجة يعني. وده طبعا اللي أثمر عن حصول شركة مصر القابضة للتأمين على رقم، هي أكبر كيان مالي غير مصرفي في السوق المصري. والكيان ده لسه أوعدكم كده هنشوف يعني بومينج كده بشكل كبير جدا. إحدى الشركات التابعة لهذا الكيان العملاق شركة مصر تأمينات الحياة بقيادة الدكتور أحمد عبد العزيز العضو المنتدب التنفيذي للشركة مصر تأمينات الحياة، حصلت على تصنيف ائتماني تريبل بي طويل الأجل يعني بي بي بي. مصر تأمينات الحياة أخذت التصنيف المرتفع ده من شركة اي ام بيست، أكبر شركة عالمية في مجال تصنيف شركات التأمين. ده ليه بقى؟ أسلها أسباب متانة مركز المالي لمصر تأمينات الحياة، قدرتها على تلبية كل متطلبات العملاء، قدرتها التنافسية العالية في السوق المصري. واللي ظهر فيه تحقيق شركة مصر تأمينات الحياة 3.5 مليار جنيه عائدات استثمار خلال العام المالي 2019-2020 بزيادة 13% مقارنة بالعام السابق ليه، وسجل أعمالها المتميز في السوق المحلية حققت أكثر من 1.5 مليار جنيه صافي أرباح بنسبة نمو 18%. ده دعم مكانتها الرائدة في السوق في قطاع تأمينات الحياة في مصر بشكل عام بحصة سوقية تقارب الثلث. حقيقي جهود عملاقة، جهود كبيرة، كل التوفيق والتمنيات لهذا الكيان المالي القوي جدا، شركة مصر القابضة للتأمين وشركاته التابعة، إن يساهم بشكل أكتر في صناعة وفي تدعيم الاقتصاد المصري. حقيقي مسيرة التطوير والإنجازات وتحقيق النجاحات شيء مشرف جدا 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 كمان، يعني شيء الواحد بيفتخر بمؤسسات مؤسساتنا، هي دي مؤسساتنا احنا، مؤسسات الشعب اللي بنمتلكها بقى، هي دي النقطة اللي هي بتحمينا وهي درع واقي لينا سواء إنتاجية أو خدمية مالية بنوك. ده يعني مجموعة كده متكاملة، ربنا يا رب إن شاء الله دايما تكون في تفوق دائم. نخش على كيان تاني، كيان تاني برضو بنك التعمير والإسكان، يعني أخذ أحسن جائزة أفضل بنك عربي متخصص في التمويل العقاري لسنة 2020 من برضو اتحاد المصارف العربية، تقديرا لإنجازاته المتتالية في مجال التمويل العقاري. كرم اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفين العرب على هامش انعقاد منتدى مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجة في مكافحة غسيل الأموال أو غسل الأموال في العاصمة اللبنانية بيروت بنك التعمير والإسكان اللي نال جائزة أفضل بنك عربي متخصص في التمويل العقاري لسنة 2020. الجائزة تسلمها السيد الأستاذ حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، معربا عن سعادته بتربع بنك التعمير والإسكان على عرش التمويل العقاري في المنطقة العربية لعدة سنوات متتالية. غانم أكد أن البنك حقق إنجازات في مجال التمويل العقاري بما يمتلكه من خبرات واسعة وبفضل الكوادر المصرفية المدربة والدور الريادي يعني اللي عملوا بنجاح عاما بعد آخر، جنبا إلى جنب مع التطوير وتقديم كل ما هو جديد من خدمات مصرفية تناسب جميع شرائح المجتمع ومتطلباته عشان ينافس بها أكبر البنوك العاملة في القطاع المصرف المصري. بالمناسبة هو اسمه بنك التعمير والإسكان لكن هو بنك زي البنك الأهلي بنك مصر، يعني بنك تجاري بيقدم كل الخدمات دي. وحقيقة نتمنى له تحت قيادته الرشيدة والرائدة والنجاحة الأستاذ حسن غانم كل التوفيق والنجاح لهذا الكيان المصرفي الكبير. طيب شو احنا بنتكلم بقى في إيجابيات وحاجة تواد كده وحلوة وتشجع وأرقام وإنجازات، بنتكلم بأرقام من واقع تقارير المؤسسات الدولية سواء البنك الدولي أو الصندوق، لكن بالبلدي كده البورصة المصرية جابت جاز بلا أسباب، موجة انخفاضات متتالية، والنهاردة كانت قمة المأساة والتراجيديا. بعض المؤشرات المتساوية الأوزان انخفض أكثر من 5%، الناس فعلا خسرت أغلب رأس مالها.
ومكاسب فترة التعافي من كورونا طارت كلها للأسف. طب ليه؟ مع أن الأسواق اللي في البلاد اللي فيها الوباء وفيها مش عارف السورة التانية والسورة مش عارف ايه والقصة دي كلها ما حصلش فيها كده. واحنا ايه اللي بيحصل عندنا؟ اسبابه ايه؟ ما نعرفش. طيب قد عايزين نوجه السؤال ده لحد متخصص، عشان كده معنا على التليفون الاستاذ ايهاب سعيد الخبير الاقتصادي وعضو وزاره البورصه. اهلا بيك استاذ ايهاب، مساء الخيرات. مساء الخير يا فندم، وكل يعني تحياتي لحضرتك ولكل الساده المشاهدين. اهلا بيك. يا ترى ايه اسباب الهبوط الكبير اللي حصل النهارده في البورصه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا بس عايز اقول ان البورصات تقريبا معظمها كانت في انخفاضات النهارده، لكنها طبعا بتختلف النسب زي ما حضرتك اشرت. النسبه عندنا كانت شديده شويه، لكن مثلا لو بصينا على بورصه انجلترا هنلاقيها ان هي متراجعه تقريبا بحوالي 4% او 3.8%. يعني هو من بعد موضوع السلاله الجديده من الفيروس وموضوع الغلق المطارات وغلق السفر والكلام ده، طبعا ده يعني عمل نوع من الخوف والهلع عند غالبيه المستثمرين على مستوى العالم، فأثر بشكل كبير. طبعا في بعض الأسواق ما تأثرتش بشكل كبير قوي، وبعضها تأثر بأكثر سلبية. يعني لو بصينا على الخليج هنلاقي برضو السعودية تراجعت بحوالي 1.7%، بصينا على دبي هنلاقيها تقريبا 3.8%، مصر في مؤشرها الرئيسي الاي جي اكس 30 2.8%. المشكلة كلها بس أو اللي عمل المسألة مختلفة شوية هو مؤشر الاي جي اكس 70 والاي جي اكس 100. الاي جي اكس 100 اللي هو الاوسع نطاقا اللي بيقيس اداء 100 سهم بوزن نسبي واحد، بخلاف مؤشر الاي جي اكس 30 اللي هو بيقيس بالقيمه السوقيه. المؤشر ده نزل اكتر من 5%، وطبقا لقواعد التداول ان اذا ما هبط المؤشر اكتر من 5% بيتم ايقاف التداول لمده نص ساعه. وبالفعل ده اللي حصل، ثم بعد النص ساعة عاد التداول مرة تانية. طبعا عدد كبير جدا من الأسهم كان نازل بالحد الأقصى اللي هو 10%، لكن خليني أقول لحضرتك إن هي دي معظم الأسهم اللي هي كانت الأسهم بتاعت الإي جي إكس 70. نعم. وده نزل في حدود 7% مؤشره. تمام. نتيجة الارتفاعات الكبيرة جدا 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 اللي حققها على مدار الفترة الماضية، واللي كنا الحقيقة على مدار يعني الأسابيع والشهور الماضية بنحذر من هذه الارتفاعات القياسية المتتالية، وبنقول للناس ناخد بالنا شوية من هذه الأسهم، لأن الأسهم دي لما بتحصل فيها أي عمليات جني أرباح أو يحصل مثلا خبر زي موضوع الكورونا وبالتالي السوق ياخده كذريعة للنزول، بنشوف النزول الحاد ده، فما بتديش فرصة حتى للناس إن هي تقدر تتخارج منها. بصفة عامة أنا بتصور إن إحنا ممكن جلسة أو اتنين يحصل نوع من التماسك والسوق يبتدي يرتد تاني، لأن إحنا شفنا ما هو أسوأ في الموجة الأولى من الكورونا، وطبعا كانت الأمور ساعتها غير واضحة تماما بالنسبة للعالم كله، بخلاف الوضع في الظروف الحالية مع ظهور فاكسين ومع ظهور بعض العلاجات اللي ممكن تؤتي بنتيجة، فالأمور يعني الحمد لله أفضل نسبيا من العام الماضي في نفس الفترة. فعشان كده أنا بتصور أن السوق ممكن مع جلستين ثلاثة يبدأ نوع من التماسك، لكن ناخد بقى حذرنا كمتعاملين صغار أو كصغار المستثمرين من هذه الأسهم، ونتمنى ان ده يبقى يعني زي نقول ايه قرصه ودن كده، ان الاسهم دي فعلا لما بتيجي تنزل يا جماعه بتنزل بهبوط حاد جدا، ما بتديش فرصه للناس ان هي تقدر حتى تجني ارباحها فيها. تمام. طيب طب هنا في حاجه غريبه دايما يمكن كنا بنتكلم عنها معاك، دايما احنا دايما يعني ايه لما الاسواق العالميه بتطلع احنا ما بنطلعش، لكن اول ما بتبتدي تنزل تلاقينا احنا قبلهم سابقينهم على تحت. ليك يعني يعني ايه السبب؟ يعني هقول لحضرتك ببساطة شديدة، احنا لو بصينا على مؤشر الاي جي اكس 30 اللي هو متأثر ببعض الاخبار زي موضوع البنك التجاري الدولي والحركة العربية اللي مسيطرة عليه بعد في اعقاب تغيير مجلس الادارة، باعتبار البنك التجاري الدولي تقريبا بيمثل نص المؤشر. نعم. يبقى كلام حضرتك سليم فعلا، احنا ما بنتأثرش ايجابا، ده معناه ان احنا ادائنا اقل من اداء الاسواق العالمية. لكن لو بصينا على مؤشر الاوسع نطاقا اللي هو الاي جي اكس 100 اللي بيقيس 100 سهم، هنلاقي ان احنا ادائنا اعلى من اسواق كتيره عالميه.
او ادائنا اعلى من اسواق حتى محيطه. تمام. فبالتالي الارتفاعات الكبيره اللي حصلت دي غير ظاهره للناس بشكل عام، لانها مش بتبص غير على جي اكس 30 اللي هو المؤشر الرئيسي. لكن بالفعل احنا صعدنا، والاسهم الصغيره دي صعدت وحققت ارباح قياسيه في اسهم حققت 300 و400%. نعم. فبالتالي طبيعي جدا انها تمر بعمليات جني ارباح وتتراجع وتتاثر حتى لو في اي اخبار من هذا القبيل. تمام، شكرا استاذ ايهاب سعيد الخبير الاقتصادي على توضيحك لاسباب هبوط البورصه النهارده وانهيار المؤشرات. طيب نرجع تاني لحاجه مضيء كده عشان ما حبيناش بقى يعني نختم بالحاجات اللي هي بتزعل دي. يعني كذلك في تكريمات اخرى على الاتحاد المصارف العربيه انه على هامش منتدى مخاطر العقوبات والتعامل مع القضايا الحرجه في مكافحه غسل الاموال اللي يقيم في بيروت العاصمه اللبنانيه. كرم اتحاد المصارف العربيه والاتحاد الدولي للمصرف العرب الاستاذ محمد الاتربي رئيس بنك مصر ورئيس اتحاد بنوك مصر بمناسبه نيله مؤخرا جائزه فخر العرب 2020، وكمان تقديرا لجهوده في تطوير وتعزيز العمل المصرفي في مصر وتضامنه مع لبنان وقطاع المصرفي في ظل الازمات اللي بيمر بها. الامين العام السيد وسام فتوح الامين العام اتحاد المصارف العربيه ورئيس اتحاد الدولي للمصرفين العرب جوزيف طربية بمشاركة السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية قاموا بتسليم الدرع التكريم للأتربي في على هامش هذا المؤتمر. وكمان الاتحاد العربي الدولي للمصرفيين العرب كرم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري بجائزة أفضل أداء لنائب محافظ بنك مركزي عربي لعام 2020، وأكد الاتحاد أن اختيار السيد جمال نجم لهذه الجائزة يأتي اعتراف وتقدير بالإنجازات اللي ساهم في تحقيقها واللي بتكون بمثابة فخر للمجتمع المصرفي العربي. بنك مصر كمان كبنك مصر حصد جائزة أفضل بنك مصري في تمويل المشروعات الكبرى لسنة 2020 استلام محمد أتريبي بصفة رئيس مجلس إدارة البنك اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك مصر. طبعا جائزة الأداء المتميز كمان لاتحاد بنوك مصر في مواجهة أزمة كورونا عام 2020 لتقديرا للجهود الاستثنائية اللي قام بها منذ إعلان عن موضوع فيروس كورونا المستجد كجائحة عالمية، طبعا بوضع أمان وصحة العاملين والتعامل مع قطاع في القطاع المصرفي نصب اهتماماته. كيان آخر هو بنك المشرق مصر نال جائزة أفضل بنك مصري في مجال التجزئة المصرفية. الجائزة استلمها الأستاذ عمرو البهي الرئيس التنفيذي لبنك المشرق مصر وهيثم حماد نائب الرئيس التنفيذي رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد وقنوات التوزيع، اللي جت تأكيدا على التطور الكبير في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق مصر، وكمان طرح منتجات جديدة وقنوات إلكترونية مبتكرة لتقديم الخدمات المالية وأيضا خدمات تناسب نمط حياة العملاء. أنا بقول وبأكد أني القطاع المصرفي هو الصخرة الصلبة في اقتصاد مصر، واحنا دايما متابعين كل تطور وكل نجاح وكل إنجاز عشان هذا القطاع يظل هو الرائد والقائد للاقتصاد الوطني. طبعا كل ده بقيادة البنك المركزي المصري السيد طارق عامر حقيقي يعني سيمفونية ومنظومة نجاح متكاملة للقطاع المصرفي المصري. مزيد من التوفيق إن شاء الله. طيب ناخد موضوع بتاعنا بقى، ملفنا احنا يعني احنا اللي عملناه احنا اللي شغالين فيه، ملف النصب العقاري. وصلتنا رسائل استغاثات كتيره جدا من ضحايا المشروع اسمه بلو بلاجا ده تبع شركه ايفنت الاستثمار العقاري. الناس بتقول ان الشركه خدعتنا ووهمتنا بعكس الواقع، وأول ما وقع الضحايا في المرحلة الأولى وما التزمتش بالكلام الكل ده، ويعني لا انتهت أعمال القرية ولا سلمت العملاء. ده في عملاء أصلا وحدتهم ما اتبنتش لغاية دلوقتي رغم مرور 5 سنوات مش على اتفاق على ميعاد التسليم. وما وقفوش على كده، لا دول اعلنوا كمان في مراحل تانية للمشروع. والصور بقى وانتوا عارفين بقى الصور اللي بتنزل بقى على السوشيال ميديا، يعني كان زمان الاعلانات مقصوره على الجرايد والتلفزيونات للشركات الكبيره طبعا، دلوقتي بقى في يعني ايه بقى
الجرايد، الفيسبوك وتويتر والمواقع التانية، وسائل التواصل الاجتماعي كلها، في قنوات اللي هي القنوات اللي هي بيسموها قنوات السي او القنوات التجارية السي الصغيرة اللي بتعمل افلام دي، على طول دي عليها اعلانات طبعا بالهبل وحاجات لا تصدق. طبعا زي العادة في اي حوار نصب عقاري ينزلوا اعلانات وهمية تغرق الدنيا والى اخره. طبعا ده شيء احنا اتكلمنا فيه كتير، عشان كده يمكن احنا عندنا مداخلة في هذا الموضوع مع الأستاذة هالة القاضي أحد ضحايا مشروع بلوبلاجا الوهمي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، أهلا بحضرتك. فندم، هو إيه اللي حصل معاكم بالضبط في القصة دي؟ هي أولا المشكلة دي جماعية وليست فردية. معروف طبعا. تمام. الشركة شركة إيفنت للاستثمار العقاري عملت سنة 2012 بدأت مشروع قرية اسمها بلو بلاجا، الكيلو 82 في الساحل الشمالي، دلوقتي هي على بعد 15 أو 20 كيلو من مدينة العالمين الجديدة. تمام. القرية دي بدأت الشركة شركة إيفنت بدأت تعمل إعلانات طبعا تلفزيونية وورقية في 2012، رحنا تعاقدنا على حس من الجنة يعني في الأرض، و 2013 2014 بدأنا نتعاقد على إن التسليم النهائي يكون بعد سنتين من تاريخ التعاقد. تمام. لغاية دلوقتي احنا ما فيش حد استلم حاجة. لغاية يعني دلوقتي. احنا داخلين دلوقتي 2021 يعني almost 8 سنين ما فيش حد استلم بنسبة 95%، واصبحت المشكلة بين الملاك وبين الشركة تنقسم الى ثلاث انواع من الضحايا، من ضحايا شركة ايفنت. النوع الاول من الضحايا هم ملاك سددوا ثمن الوحده بالكامل، واكتشفنا دلوقتي ان الوحدات دي ما لهاش تراخيص اصلا، لان الشركه كانت متفقه على انها تبني خمس ادوار دور ارضي وثلاثه والرابع علوي او الخامس. اكتشفنا احنا بمجهوداتنا الشخصيه ان الوحدات دي ما لهاش تراخيص. طب الناس دي دفعت ثمن الوحده بالكامل. تمام. من 2013 انتوا عارفين ده ومحدش قال حاجه. ده النوع الاول من الضحايا. النوع الثاني من الضحايا ملاك او ضحايا سددوا ثمن الوحده بالكامل، واكتشفنا ان العمارات اللي فيها الوحدات اللي متعاقد عليها لم تبنى اصلا. تمام. ان الشركه كانت متفقه على ثمان عمارات اختصرت لاربع عمارات فقط، اثنين طوب احمر واثنين واجهه فيها شويه وحدات كده لم تكتمل عشان نقول احنا شغالين. تمام. النوع الثالث من الضحايا هم ملاك سددوا ثمن الوحده بالكامل ووحداتهم التي لم تكتمل، وقالوا للشركه طب سلمونا الوحدات خلاص احنا عايزينها بالطريقه دي واحنا هنتصرف. الشركه رفضت وقالت تدفعوا فلوس زياده عن الفلوس اللي انتوا اللي هي خارج بنود التعاقد تحت مسميات وهميه زي مرافق او صيانه، واصلا ما فيش قريه يعني هو يعني انتوا يعني انتوا حضرتك قعدتوا من 2012 تدفعوا فلوس والتزمتوا وتسدوا الاقساط لغايه اما ما شاء الله خلصتوا كل الفلوس اللي يعني. وكم واحد تقريبا ضحيه هذا المشروع؟ احنا المشروع ده الوحدات بتاعته ساعته 480 فرد، المفروض انها كمرحله اولى دي ثمان عمارات، العماره حوالي خمس ادوار في 12 دور يعني 60 في 8 عمارات 480. ده تقريبا لموا من كل وحده قد ايه؟ متوسط يعني متوسط 120 130 150 190 لا طبعا 150 تقريبا 150 يعني حوالي 600 مليون او ما اعرفش طبعا اكثر كمان. خلي بالك يا نهار ابيض، طول الفتره دي هم بيعملوا اعلانات وشغالين، والمشكله الاكبر من كده اولا القريه ما فيهاش لا صرف ولا فيها كهرباء ولا فيها ميه، ما فيش قريه اصلا. هل هي الارض ملك لملك الشركه دي؟ اي ملك اثنين اقدر اقول اسماء ولا ايه يعني؟ يعني ما هي الشركه معروفه خلاص. تمام. الشركه معروفه بالظبط، هي ملك محمد عبد الباسط وسعد جمعه وهم دول الملاك لشركه ايفنت. حضرتك القريه دي على بعد 15 كيلو من مدينه العالمين الجديده. تمام. يا فندم يعني وبعدين المشكله الاكبر يعني ان الشركه دلوقتي بتسوق لمشروع ثاني اسمه اكوا بلاجا، والشركه دي نفسها على نفس المكان كيلو 75 او 72 برضه الساحل الشمالي، شغاله برضه الساحل الشمالي، والمشكله الاكبر انها دخلت العاصمه الاداريه الجديده وبتسوق لشركات، هي عامله زي بروكر دلوقتي. طيب عامه احنا معاكم
وادينا عرضنا المشكله وننتظر تحرك حد من الساده والله المسؤولين. والله احنا بنناشد المسؤولين، احنا رحنا حمايه المستهلك على فكره وقابلنا الاستاذ احمد سمير فرج وقدمنا شكاوى، وهو الراجل قابلنا الحقيقه مشكورا لما بس ما حصلش حاجه. لا ان شاء الله رفضوا يخلونا. لا لا ان شاء الله هيحصل تحرك واحنا بنوجه صوتنا معاكم لحمايه جهاز حمايه المستهلك ليه يعني شوفوا الناس دي يا جماعه مش معقوله بالشكل ده يعني. شكرا استاذه هاله متشكرين جدا. 600 مليون جنيه ده رقم حلو قوي، الواحد ما يعملوا شركه كده ونخلص الليله ويعني ونسافر اي بلد بقى يعني، دام المساله سهله قوي كده. طيب طبعا اي حد اي شركه ورد اسمها وردت سيرتها لما احنا عنها عايز يعمل مداخله التليفونات هتنزل على الشاشه وتتواصلوا معانا. اهلا بيكم لو في رد عشان ما حدش يقول انتوا ايه بتشتمونا وبتشهروا بينا. اخيرا وليس اخرا قبل ما نطلع لحوارنا بنتكلم عن حدائق الاهرام، مدينه حدائق الاهرام هذه المدينه العبقريه في موقعها المظلومه في احوالها. عرضنا في الحلقات السابقه مشاكل منطقه حدائق الاهرام اللي بتمس اكثر من نص مليون مواطن، كان ابرزها زي ما قلنا قبل كده سوء تخطيط طريق الفيوم بعد تطويره في المنطقه المعديه قصاد المدينه حدائق الاهرام اللي اطلق عليه طريق الموت لوقوع ضحايا كتير بشكل يومي نتيجة عبورهم الطريق وسرعة العربيات اللي جاية. حقيقي يعني تم استجابة الحكومة في مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة التنمية المحلية، الهيئة الهندسية استجابوا وصرح اللي هو أحمد راشد محافظ الجيزة وله كل الشكر والتقدير هو وكل من استجاب، انه بالتنسيق كام مع الهيئه الهندسيه والقوات المسلحه تم اقرار انشاء سلام للمشاة. بيتعمل دلوقتي سلام على فكره بيتصب، وكمان تم عمل مطبات صناعيه وتركيب عواكس اللي هي اسمها عين القطه في ارضيه الطريق، وتركيب اشارات مروريه امام كل بوابه، واضاءه الاعمده بقى الهاي ميست بطريق الفيوم. ده بالتاكيد انجاز، ده بالتاكيد انجاز كبير. لازم نوجه التحيه والتقدير للمره الثانيه لاجهزه الحكومه المختلفه للاستجابه لاستغاثات ونداء المواطنين من قاطني مدينه حدائق الاهرام. الحلقه اللي فاتت استكملنا وتكلمنا عن مشكله انتشار التكاتك والمحلات المخالفة اللي تحولت للتكاتك للأسف بدل ما هي وسيلة مواصلات بتريح الناس لبلطجة على السكان، توزيع مخدرات، سرقة، غير انتشار كمان ظاهرة التسول، عصابات منظمة بتتسول وشتر خطورة على السكان، وجود مخالفات للعديد من المحلات الغير مرخصة أصلا، وكمان وفي استجابة سريعة كمان حصلت الحمد لله زي ما انتم شايفين قدامكم كده. أجهزة الدولة من الاستغاثة سكان حدائق الأهرام من خلال برنامجنا الأسبوع الماضي شنت أجهزة محافظة الجيزة ومديرية أمن الجيزة العديد من الحملات المتواصلة يوميا زي ما شايفين قدامكم، بيقودها بنفسه السيد اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الجيزة، واللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، وقيادات محافظة الجيزة وحي الهرم لضبط المخالفات في حدائق الأهرام ولإعادة الانضباط للشارع في هذه المدينة وإزالة المخالفات في الكافيهات والمحلات وحملات ضبط التكاتك والعصابات والمتسولين. حقيقي حملات مستمرة لإعادة الانضباط في مدينة تعج بالمخالفات الصارخة، وده إجراء يعني وقائي قبل تنفجر كقنبلة موقوتة. حقيقي من السكان كلهم وأنا شخصيا وإحنا كبرنامج بنوجه الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة وأجهزة المحافظة اللي بتتصدى للمخالفات دي وبتتعامل معاها بمنتهى الحزم والجدية والحسم. ونهاية كلامنا كمان ما زلنا شفت جهود الدولة بتعمل ايه، ولكن ما زلنا نطرح سؤال مهم، فين دور جمعية تعمير صحراء الأهرام المفروض اللي هي المالكة لهذه المدينة، وليه رد فعلهم سلبي قوي كده؟ ليه بيدونا انطباع انهم مرتاحين كان لاستمرار المخالفات لانهم جزء من المخالفات؟ يا ريت كمان قطاع هضبة التابع لحي الهرم يتخلى عن سلبيته ويحافظ على ما تم وما سيتم من انجاز للحملات الكبيره والقويه اللي بتقوم بها اجهزه الدوله دي اللي مش هتهدأ الا بعد القضاء نهائيا على كل المخالفات في حدائق الاهرام. وبنطلب من السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه اعاده الترتيب الكامل لقطاع الهضبه التابع لحي الهرم لانهم السبب الرئيسي في اهمالهم وتغافلهم في وجود مخالفات صارخه في المدينه. السنه الاخيره بقى على الجانب الثاني رجال الاعمال بقى والمقاولين بقى والناس الكباره المستفيدين من الهضبه اللي كسب من وراها مئات الملايين
فين دوركم بقى بشوات في المساهمة ومساندة جهود الدولة في تجميل وتطوير منطقة حدائق الأهرام ودعم عودة الانضباط للشارع بما يليق مع موقعها اللي هي بيتجاور أهم وأكبر منطقة سياحية في العالم. لازم يكون للمجتمع المدني في حدائق الأهرام ورجال أعمال تحديدا والناس اللي كل شوية تترشح للجمعية وتقدم المزادات وبتبني مش عارف إيه وإيه وإيه، لا لازم يكون في كلام تاني، يكون في إيد في إيد بتساعد، ما نرميش العبء كله على الدولة كده وكنا مطنشين. أرجو إن رسالتنا توصل. حقيقي في شكوى البرنامج بس أنا يعني مش وصلتنا قبل الهوا على طول من أحد سكان حدائق الأهرام، بس أنا بصراحة مش هزيع لغاية لما نتأكد منها إن في عملية عمارة في فيلا تحت الإنشاء مفترض إنها تكون سكنية أصحابها بيحولوها لمحلات تجارية دلوقتي. تم عمل محاضر ضد المخالفين ولكن سايبينهم يبنوا. قطاع الهضبه بيجي بيسال خير يا رجاله ازيكم ربنا يديكم الصحه مش عارف ايه والسلام عليكم يمشوا البنا شغال. انا مش هقول عناوين بالظبط بس الموضوع ده في طه. فلو كان قطاع الهضبه فعلا قطاع محترم بيشتغل بشكل جدي ينزل يورينا هيعمل ايه وهو عارف المكان فين. شكرا. هنخرج فاصل ونعود مره ثانيه لحوارنا القوي والكبير حول جولة في حصاد عام كورونا، الحصاد الاقتصادي لعام كورونا وازاي أثرت سياسيا واجتماعيا واقتصاديا على المصريين. فاصل ونلتقي مع ضيفنا الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي. فاصل. اهلا بكم، رجعنا لكم من الفاصل. يمكن سنه 2020 سنه لن تمحى من عقليه او تاريخ البشريه، سنه غريبه كده كلنا تشقلبنا كده فيها كله، يعني اقتصاد على حاجات مجتمعيه على مش عارف كله، يعني احنا نسينا حياتنا ما قبل الكورونا هي ليست حياتنا ما بعد الكورونا. طيب بالتأكيد لها تأثير اقتصادي كبير جدا حصل ولها تأثير سياسي ولها تأثير اجتماعي وحدث كما يعني بلا حرج وبدون حدود عن كل التأثيرات في كل حتة. رغم كده الحمد لله في الاقتصاد في مصر رغم تأثر كل اقتصاديات العالم المتقدمة ومتطورة كلها، لكن احنا اقتصادنا في مصر كان متماسك. اقتصاد حقق واحد من خمس دول فقط على مستوى العالم حقق النمو إيجابي، ده شيء طبعا الحمد لله عليه. بالتأكيد ده ليه أسباب وأكيد ده ليه مش جاي كده، يعني مش عشان احنا كورونا حبيتنا مثلا أو كده، لا يعني بالتأكيد ليه أسباب. طيب احنا عشان يعني نتكلم عن حصاد هذا العام أو سنة كورونا، الحصاد الاقتصادي لسنة كورونا اللي هي سنة 2020، حقيقة نحتاج حلقات وحلقات، لكن أعتقد احنا النهاردة جبنا حد خبير متخصص هيلمنا الدنيا دي كلها ويفهمنا واحد واحدة ماذا حدث في سنة 2020 على في الاقتصاد المصري وليه احنا حققنا النتائج دي والنتائج اتحققت ووصلنا لها ازاي. وبيشرفني النهاردة لأول مرة في الموسم الثالث لبرنامج أنا الوطن الصديق العزيز والمحترم والقامة الدكتور هاني أبو الفتوح. مساء الخير يا فندم. أهلا يا فندم، مساء الخير، منورنا. يعني إذا أقول لك كورونا طبعا هي الهاجس الأساسي لكل الخبراء والمحللين على كل المستويات اجتماعية وسياسية وطبية وكل حاجة واقتصادية بالتأكيد، ولكن تقييم حضرتك لأداء الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا ونحن نختتم عام الكورونا ونستعد لعام كورونا جديدة أكيد. يعني هو الحقيقة يعني يمكن حضرتك قطعت شوق في الوصف اللي أنا كنت عايز أقوله. عام 2020 كان عام مليء بالتحديات والصعوبات على البشرية جمعاء، مش على مصر بس، إحنا كلنا كل البشرية عانت، وإحنا كمصريين من جميع فئات المجتمع إحنا عانينا برضو من تبعات فيروس كورونا، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي، الإغلاق الجزئي، الناس اللي قعدت في البيوت بسبب الإغلاق جزئي أو كلي لبعض الأعمال، كلنا عانينا. ولكن على الرغم من كده إن يعني دائما في نهاية النفق المظلم هناك بصيص من الأمل والضوء. الاقتصاد المصري قدر يحقق
نتائج لا بأس بها، نتائج طيبة خلال هذا العام، وده مش يعني كلام محلي للاستهلاك، ولكن دي شهادات مؤسسات دولية ووكالات تصنيف ائتماني ما بتجاملش، والأرقام يعني دايما خير دليل على اللي احنا بنقوله، والتقارير الدولية اللي صدرت من هذه المؤسسات بتعزز مكانة مصر وصمودها أمام تداعيات هذه الجائحة. يعني لو هنتكلم يعني سريعا باعتبار ان ده حصاد للعام، ايوه احنا عايزين نشوف احنا فين النهارده وكنا فين السنه اللي فاتت، ويوم ما مصر الحكومه المصريه قررت انها تبدا برنامج الاصلاح الاقتصادي كان الوضع شكله ايه. تمام، هنتكلم في شويه ارقام بسيطه جدا بمفاهيم بسيطه عشان توصل للساده المشاهدين. يعني لو احنا بنتكلم على معدل النمو، مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اللي بتحقق معدل نمو إيجابي، ومن المتوقع أن هي تحقق 3.6%، وده إحنا كان يمكن السنة اللي فاتت مصر محققة معدل نمو 5.6%، ووقت ما كنا بنبدأ برنامج الإصلاح الاقتصادي سنة في العام المالي 16-17 كنا بنحقق 4.2%. معدل النمو ده يعني الحقيقة كما ذكرت حضرتك إن هي مصر دولة من ضمن يمكن 5 دول في العالم بس اللي هي بتحقق هذا المعدل الإيجابي، بينما الاقتصادات الأخرى بتحقق انكماشات أو نمو سلبي بالسلبي. لما هنتكلم على الناتج الإجمالي، الناتج المحلي الإجمالي، احنا في العام المالي 19-20 الناتج الإجمالي 5.5 تريليون جنيه. تمام، ده مقارنة بالعام الماضي، لو هنقارنه بالعام الماضي كان 5.2 تريليون، و في السنة اللي احنا بدأنا فيها الإصلاح الاقتصادي كان 3.4 تريليون جنيه. فشايف حضرتك النمو في الناتج نتيجة لحزمة الإصلاح الاقتصادي اللي تمت في نوفمبر 2016 اللي بدأناها بالضبط. جميلة. الاحتياطي النقدي الأجنبي، وده ملف الحقيقة احنا يعني كل شهر بنتكلم عليه. الاحتياطي النقدي الأجنبي، يعني احنا كنا في بداية الإصلاح الاقتصادي بنتكلم على مستوى احتياطي 23 مليار دولار، احنا سنة في نوفمبر 2020 احنا مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي 39 مليار و 220 مليون. فده الحقيقه على رغم كل مرينا في النص ب 45 لمسنا كده، وصلنا فعلا في السنه اللي فاتت ل 45 مليار، بس استهلك جزء منه في سداد الالتزامات الماليه على مصر، وطبعا مع جائحه كورونا كان شيء طبيعي ان يكون في ضغط على ميزان على الميزان المدفوعات والاحتياجات الماليه العاجله. تمام، تم تلبيتها من هذا. وده مهم جدا لنظرة الناس إليك والمؤسسات الدولية أنك ملتزم في سداد الالتزامات اللي عليك، يعني ده مهم جدا. مهم جدا لأن مصر عمرها ما تخلفت عن أداء أي التزام من الالتزامات. لو نفتكر أيام نادي باريس ومن في التسعينيات ولم نتخلف عن بالتحديد. التاريخ مشرف للأداء الالتزامات. اتفضل يا فندم. برضه ملف برضه أو رقم من الأرقام اللي بتهم السادة المشاهدين اللي هو التضخم، معدل التضخم. معدل التضخم وقت ما بدأ الإصلاح الاقتصادي كان وصل حوالي 23.5%. نعم. احنا بنتكلم دلوقتي في نوفمبر 2020 وصل ل 5.7%. نعم. فده من احد الملفات الهامة اللي هي البنك المركزي المصري اولى عناية. نعم. ليها، هو السيطرة على التضخم، والمستهدف لهذا العام هو يعني احنا حققنا حتى اقل من المستهدف، المستهدف من 6 إلى 12% هو ده الرينج اللي بيتحرك فيه التضخم. نعم. لو اتكلمنا على الدولار، سعر صرف الدولار، حضرتك تتذكر يعني مع سعر صرف الدولار اول ما بدأنا الاصلاح الاقتصادي كان وصل لحوالي 18 جنيه و10 قروش بالظبط،
على مدار السنوات بدأ يتراجع، بدأ يتوافر العملة الأجنبية في مصر بعد ما كان عندنا سوق صرف موازي وسوق سوداء. كانت الدولار سلعة، الدولار سلعة وكان محصل للقيمة يعني. كان يعني معاملات كتيرة، كانت ناس بتبيع شقق وتاخدها بالدولار. دي حقيقة، وإجراءات حاسمة نزلت، وتحويل العاملين في الخارج ما كانش بيمر في القنوات الرسمية، كان بيروح للسوق السوداء. دي حقيقة. فاحنا دلوقتي يعني بنتكلم على سعر صرف دولار احنا في نوفمبر، في نهاية نوفمبر الماضي على حسب بيانات البنك المركزي كان بمتوسط 15 جنيه و70 قرش. فده الحقيقة النقطة دي مهمة. ليه؟ لأن احنا المؤسسات الدولية لما بتيجي بتقيم اقتصاد أي بلد برضو بتبص على سوق الصرف. فشايفة أن سوق الصرف سوق منضبط، بتؤثر فيه أو يحدد فيه سعر الصرف بموجب قوى العرض والطلب. وان الجنيه المصري كما ذكر تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ضمن افضل 10 عملات في الاسواق الناشئة في ادائه خلال عام 2020. طب البطالة اخبارها ايه؟ البطالة كانت وصلت في 2016، في العام المالي 2016-2017 تقريبا 12.6%. احنا بنتكلم النهاردة في الربع الثالث من العام المالي وصلنا الى 7.3%. ويمكن البطالة دي يعني ليها مدلول، هذا الرقم ليه مدلول؟ ليه؟ على الرغم من جائحة كورونا ما زال هذا المؤشر البطالة بيدل على ان المشروعات القومية خلال هذه الفترة سندت استوعبت العمالة، وكان ده يعني له مردود جيد. كنا هنبقى في كارثة، لأن لو تفتكر حضرتك احنا في عمالة رجعت من ليبيا، وعمالة رجعت من العراق، وعمالة رجعت من سوريا ومن اليمن ومن الدول بعض دول الخليج. طبعا كان كل ده لو لم يتم استيعابه كان فعلا هيكون في قنبلة مجتمعية موجودة عندنا. هو ارتفع قليلا يمكن في الربع الماضي كان وصل لتسعة ويمكن 2.2%، إنما رجع لمستويات ما قبل الكورونا. تمام. فالحقيقة ده مؤشر كويس جدا جدا. طب تحويلات العاملين في الخارج، المصريين عاملين في الخارج، دي كان دايما يعني كان موضوع شائك جدا، وكان البنك المركزي بيحاول من زمان إن هو يجذب هذه المدخرات من خلال القنوات الرسمية. لم يتأتى ذلك إلا بعد تحرير سعر الصرف أو ما يطلق عليه تعويم الجنيه المصري. والتحويلات مثلا في العام المالي 16-17 كانت وصلت حوالي 21 مليار دولار. احنا بنتكلم على دلوقتي رينج بيقارب من 27.8 مليار دولار، يعني في فرق كبير جدا، على الرغم من ان طبعا في تأثير على تحويلات العاملين من خارج بسبب ظروف كورونا، انما ما زالت هذا الارتفاع في التحويلات يعتبر علامة من العلامات الصحية للاقتصاد. السياحة وهي برضو ملف كبير جدا، واحنا يعني بتمثل تقريبا 12% من الناتج القومي. في 2016-2017 كانت الإيرادات السياحة تقريبا في حدود 4.4 مليار دولار. احنا بنتكلم دلوقتي على الرغم من ان هي متأثرة، انما في العام المالي 19-20 وصلنا لتقريبا 9 مليار او 10 مليار، في حدود 10 مليار دولار. وكان السنة اللي قبلها 12 مليار، اللي هي وصلت لمستويات ما قبل الثورة في 2011. الحقيقة ان كل دي الـ 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 يعني مؤشرات جيدة بتقول ان برنامج الإصلاح الاقتصادي يعني وضع مصر في مسار جيد لان هو يقابل الصدمات اللي هي اتت الى الاقتصاد المصري بسبب جائحة كورونا. لو ما كناش عملنا هذه الخطوات الصعبة الجرائية، وفعلا هي خطوات صعبة، واحنا كل عملها الشعب بجدارة بصراحة، كل يعني المواطنين عانوا من جميع الفئات. تمام. هايل. فنأمل ان شاء الله ان على الرغم من حالة عدم اليقين اللي تسود العالم بسبب الاحداث اللي احنا بنشوفها الايام دي، ومع تصاعد وتيرة
وباء كورونا في العالم واغلاق بعض الدول للسياح للحركه الطيران والاعمال، نامل ان يكون تاثيره على مصر اخف من الموجه الاولى. طيب حضرتك اشرنا كده يعني بصراحه يعني هو يعني في مدار الاربع من 2016 نوفمبر 2016 وحتى الان في كل ما مرينا به من برنامج اصلاح اقتصادي من ده من كورونا من لا نستطيع ان نغفل او نستثني دور البنك المركزي المصري والسياسات النقديه اللي حضرتك اشرت ليه برضو في كلامك، ولكن احنا عايزين نعرف تقييم حضرتك للمبادرات اللي طرحها البنك المركزي المصري خلال يعني نقدر نقول جائحة كورونا تقليل أثرها. يمكن البنك المركزي كان سباق في الإجراءات اللي أخذها مع بداية جائحة كورونا، ويمكن أول مبادرة قام بها البنك المركزي أنه هو في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية في مارس 2020 قرر أنه هو يخفض أسعار العائد بمقدار 300 نقطة أساس يعني 3%. كانت بصراحة قرار جريء وصادم ومفاجئ. يعني الحقيقة يعني كان مفاجئ لكل يعني حتى جميع المراقبين والمحللين وحتى وكالات البحوث الاستثمارية والاقتصادية لم تتوقع هذا القرار. وده طبعا الهدف منه ايه؟ الهدف منه انه هو ينشط الطلب على الاموال ويعني يخلق نوع من الطلب على الاقتراض من البنوك لصبها او توجيهها الى شرايين الاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل والانتاج يعني عمل حركه بدل الجمود. وبرضه يعني احنا يمكن لغايه الشهر اللي فات في كمان 1% نسبعين متتاليين، فمن اول السنه لغايه دلوقتي البنك المركزي عمل اربع تخفيضات تقريبا ب 4% في حدود ال 4%. البنك المركزي تقريبا اخذ ما يزيد عن 18 اجراء ومبادره منذ مارس الى الان. مارس 2020 الى الان. تمام. 18 مبادره. نعم. يعني يمكن هذكر يعني 3-4 مبادرات اكبرها او اكبر المبادرات دي اللي هي تاجيل كافه الاستحقاقات على العملاء سواء الافراد او الشركات لمده 6 اشهر. يعني حتى البطاقات الائتمان، القروض الشخصيه، القروض بكافه انواعها تم تأجيل استحقاقات هذه الالتزامات والتسهيلات الائتمانية لمدة 6 أشهر انتهت في شهر 9 شهر سبتمبر. ده كان مهم جدا لأن ده يعني كان المأمول منه أن يرفع على كاهل الأفراد والشركات أعباء القروض في هذه الفترة الصعبة. ايضا كان في تعليمات او اجراءات خاصه بالحد من التعاملات النقديه وتسهيل استخدام وسائل الدفع الغير النقدي، والبنك المركزي اعفى الرسوم، اعفى المستخدمين والعملاء من الرسوم الخاصه بالتحويلات المصرفيه والسحب من ماكينات الصراف الالي. ايضا اتاحه التمويل لاستيراد السرع الاستراتيجيه، وده خلى طبعا ان احنا ما حسيناش خالص كمواطنين ان في اي حاجه نقصد في الاسواق سواء ادويه، اكل، اي حاجه استراتيجيه، معدات، مصانع، قطع غيار، خامات، كانت المساله ماشيه بشكل منتظم. وكمان البنك المركزي عمل مبادرات بأسعار فائدة تفضيلية لبعض القطاعات ومنها قطاع السياحة والصناعة وقطاع الصناعة، مبادرة العملاء الغير منتظمين. تمام. عشان برضو يعني في عملاء تعثروا في الفترة حتى ما قبل الكورونا، عمل مبادرة خاصة بالسداد النقدي للمديونيات مع إعفائهم، مع وضع بعض الحدود في الإعفاءات ورفع العملاء من القوائم السلبية وعدم السير في الإجراءات القضائية تجاه العملاء المتعثرين بشرط طبعا يعني السداد المديونية أو جزء من المديونية نقدا.
طبعا كل الحاجات دي أدت إلى أن القطاع المصرفي اللي هو وقف وقفة الحقيقة وقفة يعني قوية جدا لمساندة الاقتصاد. والخطط اللي حطها البنك المركزي خلال الفترة اللي فاتت والإجراءات دي بالفعل كانت يعني خطوة كويسة يعني إيجابية، إلى جانب طبعا المبادرات الأخرى اللي أخذتها الحكومة في هذا السياق. جميل. يمكن بتذكر دايما ان هو اكثر جهة تعرضت للهجوم يمكن من 2016 حتى هو البنك المركزي، ويعني دايما يعني ما فيش رد من المسؤولين في البنك المركزي، ولكن النتائج هي اللي بترد. يعني دائما القرارات صائبة، ممكن الناس تستقبلها في الاول بتهاجم وتتكلم والاقتصاد انت عارف حضرتك طبعا حضرتك استاذنا يعني الاقتصاد دايما كل خبير بينظر ليه من زاويه معينه، فدايما بس كان دايما البنك المركزي قراراته دايما في دايما مصب الهجوم، ولكن في الاخر بيثبت بالفعل ان القرار صائب وان فعلا ده اللي كان صالح للبشر دلوقتي، وده يمكن اللي بيوصلنا زي ما حضرتك بتكلم على التحقيق انجازات ونجاحات كبيره قوي في هذا المجال. ويعني انا عايز اشير في نقطه هنا لل يعني مهمه برضو، يمكن لو اخذنا ال 17 او ال 18 اجراء اللي اخذهم البنك المركزي وحللناهم هنلاقي ان معظم الدول في اوروبا حتى في امريكا اخذوا اجراءات مشابهه. تمام. يعني الفيدرال الامريكي ما هو خفض الفايده على الدولار وعايز يستمر الفايده دي في اقصى حدود الدنيا، يعني في فايده صفريه بالظبط ليه؟ علشان ينعش الاسواق وتمر بالزبط. هذه الفتره الصعبه. تمام. الاعفاءات من المصاريف والرسوم البنكيه، كتير من الدول عملت نفس الشيء. الفكر العالمي كله بيتحد فيه ازاي نعوم او ازاي ندفع الاقتصاد الى مستويات تشغيل معقولة من خلال الاجراءات والمبادرات اللي صانعي السياسات النقدية بيعملوها. تمام. جميل. طيب احنا استعرضنا كده بشكل انا عارف الفترة اللي فاتت يعني الربع ساعة الاولية والتلت ساعة كانت شوية ارقام والاخر، وده كان مهم قوي نتكلم فيها. هنخرج فاصل اعلاني وهنرجع نكمل مع دكتور هاني ابو الفتوح، هنتكلم بقى عن ايه؟ هنتكلم كلام بقى مش ارقام، هنتكلم كلام ونتكلم عن واقع ايه اللي بيواجهنا كتحديات، ايه رؤيته للسنه الجايه و في ظل كوفيد 20. فاصل ونلتقي. اهلا بكم. يمكن احنا اتكلمنا دكتور هاني عن مبادرات اللي قام بها البنك المركزي، السياسات النقديه، ولكن على الجانب الاخر مش عايزين ننسى المبادرات اللي قامت بها الدوله المصريه. مبادرات اعتقد كانت لها يعني كثير من ميزان في تفعيل ومواجهه هذه الجائحه. عايزين نعرف تقييمك للمبادرات دي وانت شايفها ازاي وقدرها. الحقيقه قبل ما ابدا بس عايز اشير لحاجه يعني متفائله وحاجه ايجابيه، ان اخر بيان صحفي لصندوق النقد الدولي اشاد بجهود الحكومه المصريه في الاجراءات اللي اخذتها للتعامل مع ملف فيروس كورونا. والحقيقه يعني يمكن الاشاده دي مش من فراغ، الاشاده دي بعد ما جت الزياره زياره الخبراء زياره بيراجعوا الاجراءات قبل صرف الشريحه الثانيه من تسهيل الاستعداد الائتماني. الحكومه المصريه الحقيقه اخذت تقريبا في ما لا يقل عن 435 440 اجراء مختلف. 335 335 رقم كبير جدا. قامت بتنفيذه تقريبا 53 جهه
تابعة للحكومة ومنوط بها تنفيذ هذه الإجراءات. احنا حقيقي كل السالفة بنشوف إدارة راقية للأزمة كلنا أشدنا بيها وقتها يعني عن علم ومواجهة ومحاصرة للأزمة. وده اللي حضرتك بتشوفه في البيانات اللي بتطلع من مجلس الوزراء اللي بتبلغ يعني بتبلغ القرارات اللي بيتم اتخاذها بناء على الوضع الراهن للأزمة. يعني على سبيل المثال يعني ويمكن أنا ذكرتها ضمنا أن المواطن لم يشعر على الإطلاق بنقص في أي مادة من المواد الغذائية أو أي سلعة، وده بتوجيهات الحكومة أنها بتوفر المخزون السلعي لمدة 6 أشهر مش 3 أشهر كما هو معتاد. وده يمكن يعني حتى بعض الدول الأوروبية لي أصدقاء في الخارج قالوا لي إن هو في الأيام اللي فاتت إن الأسواق في السوبر ماركتس يعني كان في نوع من التكالب على الحصول على السلع، إنما هنا الحمد لله إحنا مصر ما شفناش الكلام ده وكل حاجة كانت متوفرة. كمان إن الحكومة أخذت مبادرة جميلة جدا اللي هي صرفت مبلغ استثنائي للعمالة الغير منتظمة. تمام. استفاد منها تقريبا 1.5 مليون عامل. تمام. على ده يمكن الرقم أكبر من كده شوية. إنما الحقيقة برضو دي حاجة مهمة جدا لأن العمالة الهامشية أو العمالة الغير منتظمة دي هي كانت من أكثر الفئات تضررا من تحديد ساعات العمل والوقف الجزئي للأنشطة. تأكيد 345 قرار دول بالتأكيد ساهموا، يعني احنا بجد احنا كنا نتلقى دائما كل يوم قرارات من الحكومة دائما بشكل إيجابي بتدفع لقدام يعني. ومنها برضو يمكن اخر حاجه النقطه الاخيره هي تاجيل سداد بعض الضرائب وبعض انواع الضرائب زي الضرائب العقاريه على المنشات السياحيه. تمام. والتامينات الاجتماعيه ومبادرات اللي هي في مبادره لدعم الطلب في السوق المنتجات ما تغلاش عليك كل الحاجات دي الحقيقه يجب الاشاده بيها. طيب بص حضرتك احنا دلوقتي اليومين دول في موسم كده، موسم الهجوم على المشروعات القوميه الكبيره اللي بتتعمل اللي هي ثوره في مصر بجد. احنا كناس متابعين للاقتصاد ومتابعين لده شايفين اللي بيحصل ده زي الحلم، يعني مشروعات ضخمه طرق وكباري ومدن جديده مشروعات صرف صحي ومحطات حاجات كبيره جدا. انت شايفها ازاي ومردودها على الاقتصاد من ناحيه اقتصاديه ازاي نربطها بالموضوع ده في نفس الوقت اهميه ده ايه؟ هو معسكر الشر دايما هو اللي بيشكك في جدوى المشروعات القوميه واولوياتها. نعم. 6 سنوات مرت، مسيرة المشروعات القومية دي يعني المبالغ المرصدة ليها يعني تجاوزت 4.5 تريليون جنيه. احنا بنشوف الافتتاحات، السيد الرئيس يعني اسبوعيا بيفتتح، احنا بنعرف المشروع اللي هو بيفتتح مش بتحط حاجة لأساسه، يعني ده الجديد بقى عندنا بالظبط. يعني احنا يعني ما اصبحش كلام او شعارات ولكن اصبح حقيقة على ارض الواقع. مشاريع اقيمت بين ليلة وضحاها، عشية وضحاها، دي استوعبت حجم كبير من العمالة، وده اللي خلى دلوقتي احنا بنتكلم ان رغم في ازمة كورونا مست اقتصادات العالم كلها، انما نسبة البطالة عندنا في مصر حتى مع هذه الأزمة 7.2%. نعم. يعني لولا يعني المشروعات القومية استوعبت ملايين استوعبت عدد كبير. نعم. من العمالة. ده بيساهم برضو ان مصر احنا بنحقق 3.6% نسبة نمو في الاقتصاد. تمام. لو ما كانش فيه هذه المشروعات ما كناش هنحقق هذه النسبة، وده اللي ذكرته أكثر من جهة خارجية في تقاريرها عن تشخيص حالة الاقتصاد المصري، أن نسبة النمو التي يشهدها الاقتصاد كانت مدفوعة بالمشاريع القومية. فالحقيقة يعني حبيت أوضح النقطة دي. طيب لو احنا هنتكلم عن ايه اهم التحديات اللي واجهت الاقتصاد المصري خلال عام كورونا 2020؟
التحديات يمكن عايزين نحطها في إطار إنها مش شيء خاص بس بمصر، ولكن التحديات دي بيشارك بيها مصر، بتشارك بيها الاقتصاد العالمي كله، وأبرزها هو التباطؤ في الاقتصاد العالمي وفي حركة التجارة العالمية. يعني احنا عندنا قناة السويس المفروض انها كان بتدر ايرادات سيادية يمكن اعتقد خمسة، ومخطط لها كان يمكن 6 مليار، انما مع تباطؤ حركة التجارة العالمية تأثرت، تأثر هذا الرافد من العملات الأجنبية. يمكن برضو من احد ال التحديات اللي مر بيها الاقتصاد المصري تراجع الإيرادات، الإيرادات الضريبية. طبعا ده شيء يعني شيء متوقع مع تراجع الأعمال وغلق الأعمال، وبالتالي هتتراجع هذه الإيرادات السيادية، وتقليل أو تقليص الواردات من الخارج برضو بيؤثر في الإيرادات الجمركية. احنا تأثرنا برضو بحركة السياحة، يعني الغلق اللي حصل لحركة السفر في الخارج والتنقل ده أثر كتير جدا على السياحة. احنا كان المفروض وصلنا السنة اللي فاتت لتحقيق إيرادات في السياحة نحو 12 مليار، إنما دلوقتي الوضع في قطاع السياحة صعب جدا، وإحنا مش عايزين ننسى أن قطاع السياحة ده بيشغل جنبيه عدة قطاعات اقتصادية أخرى، في حوالي أكثر من 2 مليون شخص بشكل مباشر. يعني من أكبر التحديات إزاي مصر قدرت أنها تسد الفجوة التمويلية. الفجوة التمويلية في بعض التقارير، ومنها تقرير صندوق النقد الدولي، بيقول ان هو الفجوه التمويليه تقريبا في حدود ال 12 مليار دولار. ال 12 مليار دولار دول يعني لابد مصر انها كانت تتعامل مع هذا الملف بالحصول على التمويل اللازم من سواء من بعض المؤسسات الدوليه، وحصلت على قرضين من صندوق النقد الدولي، ويمكن الشريحة الثانية من اتفاقية الاستعداد الائتماني مصر هتستلمها إن شاء الله في ديسمبر، وأصدرت سندات بخمسة مليار دولار، وأصدرت لأول مرة السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار. كل ده لتغطية الفجوة التمويلية. ومن أبرز برضو التحديات اللي لازلنا بنعاني منها، ممكن ما حلناهاش كلها وحضرتك ذكرتها في الفقرة الأولى، حل البورصة المصرية. البورصة المصرية تأثرت كتير جدا جدا من تداعيات كورونا، لأن هي البورصة لا تعمل من في في في, في, في إلا في ظروف مواتية في الاقتصاد. فإذا كان في إغلاق في مصر وفي الدول المجاورة وفي الخارج، كل ده بيصب في أداء البورصة. كل هذه التحديات ما زالنا يعني الحكومة تتعامل معها، بعض هذه الملفات تم الانتهاء منها بصورة جيدة، وبعضها ما زالت في طور المجهودات للتعامل معها بصفة نهائية. جميل. طيب سؤال بيشغل العقل وكل مواطن مصري، هل تتوقع خلال الفترة اللي جاية، الكمين اللي جايين والفترة الجاية، إغلاق معين في بالنسبة للاقتصاد، بالنسبة لأي حب عشان موضوع جائحة كورونا؟ إيه توقعاتك اقتصادي؟ شايف ممكن تشوف شايف المشهد إزاي خلال الفترة اللي جاية؟ هو الحقيقة ده الإجابة على السؤال ده صعب جدا، لأن في متغيرات بتحدث كل يوم. إنما يعني يمكن مجلس الوزراء والإجراءات اللي هي بتصدر من مجلس الوزراء بخصوص التعامل مع مسألة كورونا في هذه الأوقات لم تشير إلى الإغلاق الجزئي وتقليل ساعات العمل، ولكن هذا لا يستبعد في ضوء المستجدات في مدى انتشار الوباء وأعداد الإصابات. وإن كنت لا أرى
ان الدول اللي هي قفلت عملت اغلاق كلي سواء من الدول المجاورة او الدول الاوروبية انها حققت الهدف، فما زالت الاعداد بالالاف. يعني فرنسا، المانيا اول امس 36 الف اصابة، نفس الشيء في عدد من الدول الاوروبية. ولكن الى هل هذه الدول تستطيع ان تتحمل تكلفة فاتورة الاغلاق الكامل للاعمال لفترات طويلة؟ وهل نحن نتحمل، الاقتصاد المصري يتحمل فاتورة وأعباء غلق الاقتصاد، غلق الأنشطة التجارية مرة أخرى، ولا أو تضييق ساعات العمل؟ الإجابة لا أستطيع أن أتنبأ بها. طيب حضرتك شايف احنا أيام وبنودع عام 2020 وهنستقبل عام 2021، كنا نتمنى ان احنا نستقبله بشكل بدون منغصات، ولكن واضح السلاله الثانيه او الثالثه اللي اكتشفوها من كورونا في اوروبا واضح هيقعد معنا شويه. توقعاتك من الناحيه الاقتصاديه خلال 2021 للاقتصاد العالمي او المصري؟ يمكن لو حضرتك سألتني السؤال ده من 3 أسابيع كنت هنطلق بالإجابة مباشرة وفقا للرؤية المتاحة، ولكن ما كما ذكرت حضرتك احنا لسه من يومين في انجلترا يعني اكتشفوا سلالة جديدة او الفيروس تحور وفي اغلاق مرة اخرى، ومع انجلترا والدول الاوروبية بتغلق الاعمال. طب ما هو تأثير هذا الاغلاق على منطقة الشرق الأوسط وعلى مصر تحديدا؟ يعني حالة عدم اليقين بسبب المتغيرات المتواترة في موضوع انتشار جائحة كورونا تجعل أي توقعات غير ذات جدوى. غير ذات جدوى، إجابة محترمة، واقعية. واقعية مش يعني دي حقيقة، وربنا يا رب إن شاء الله ينجي بلدنا وينجي العالم كله من هذه الجائحة اللعينة. يعني بشكر حضرتك وبشكر وقتك الدكتور هاني أبو الفتوح، نورتني وشرفتني، ونتمنى إن شاء الله إنك ما تغيبش علينا الغيبة الطويلة دي وتكون تواجد معنا باستمرار في برنامج أنا الوطن. شكرا يا فندم. أعزائي المشاهدين، بالأمل التقينا وبالأمل نلتقي إن شاء الله الأسبوع الجاي، حلقة جديدة ولقاء متجدد وبرنامج أنا الوطن. تصبحوا على خير.